يا عيال والله العظيم جيت وتر بحثت عنك يا ويلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا يا جماعه الخير. مزاد المطفرين نعرض اشياء غاليه باسعار رخيصه، ولكن اليوم مش راح نحرق. مثل ما هو معروف سلسله مزاد المطفرين تنزل كل نهايه شهر، ركزوا ها، كل نهايه شهر المبلغ اللي يطلع من اليوتيوب ناخذه ونعود نرجعه في اليوتيوب. ارباحنا الشهر اللي فات كانت 8000 ريال، بما انها 8000 ريال قررت اسوي شيء مره حلو اللي هو اني اعرض بي سي جيمنج، ولكن مو اي بي سي يا جماعه الخير، راح يكون يا جماعه الخير سيت اب كامل. اي نعم كامل. انا عجبني المايك، ترى مايك والله توي جديد ما اخذه، باركوا لي تحت الكومنتات. شاشه، طاوله، كيبورد، بي سي نفسه، برضو بحاول اني احط فيه اضافه كاميرا، كلها تكلفتها هذه راح يكون 8000 ريال، الحين هذا راح يكون ب 10 ريال، او قسم بالله العظيم سعر صادم للجميع، غرفه جيمنج ب 10 ريال، من راح يشتري؟ من هو سعيد الحظ؟ قبل ما نبدا في مقطع اليوم حبيبي وعزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه، وتنشر هذا المقطع لاكبر عدد ممكن، اشترك المقطع واشتراكك راح يزيد نسبه ارباح القناه، اذا زادت نسبه ارباح القناه راح تكبر الجائزه. مقطع اليوم حطوا اكبر عدد لايكات، ايه انزل تحت تكفى، اضغط لايك، ترى ما قد طلبتكم لايك واشتراك. اخر شيء يا عيال دقيقه، اخر شيء والله العظيم اخر شيء، في قناه مخصصه للافلام، قناتي انا، نعم يا جماعه الخير قناتي انا في الديسكربشن، قناه مخصصه للافلام. خلصوا المقطع وروح سووا فولو في ذيك القناه وفعل الجرس للناس المحبين للافلام فقط. ما انت محب افلام برضه؟ يلا ندخل المقطع اليوم. طيب يا جماعه الخير السلام عليكم. المايك جديد ها، قاعدين نجرب الان. كيف صوتي بالله بالمايك؟ لازم نتربع معنا. اول شخص يا جماعه الخير كاتب السلام عليكم، اخوي بستفسر عن البي سي اللي عارضه انت، هل هو ب 10 ريال فقط؟ اهلا عليكم السلام. بيستغرب والله العظيم اذا خذاه هو راح يفوز فوز عظيم حرفيا. اي نعم حياك الله. طيب يا ليت تعلمني مواصفات. ابشر ابشر. اي نعم يشغل العاب، يشغل العاب. طيب مواصفاته نقول اي 9، المعالج والله مواصفات حلوه، المعالج رام 32، الكرت 30 60 اتوقع 30 60 الكرت. استغرب يا عيال كاتب ما شاء الله. يب تبيه؟ متاكد انك بتبيعه؟ اي والله، لا بدون والله بغيت اجيب العيد بدون والله. اي يا شيخ، لا اي شيخ بيقول فيوار ما في الا اتوقع انا اقول الشيخة. ايه ب 10 ريال 10 ريال سعر الجهاز. حاول تستخير، مستحيل. ليه؟ شوف اذا كان طيب تمام، وقال لي ترى يسوى اكثر لا تبيعه، وقاعد ينصحني قسم بالله العظيم انه ياخذه. والله الكرت الحالة يسوى موتر، اما لا الكرت 30 60 وين يسوى موتر؟ لا يا اخوي، اقول له لا يا اخوي الكرت 30 60 كرت عادي مره. والله قاعد ينصحني عادي مرة، كرت عادي. طيب علمني كيف طريقة الدفع. تحويل فقط. أحسب يقول في عندك سلسي، مسوي 10 حلقات عيال سنة راحت، أكيد بيقول في عندك سلسي باي، تقبل ستور بطايق شحن. إيش بعد يقولون 10 ريال سعودي. إي نعم منصدم مستعر. إي نعم 10 ريال فقط. ظنكم عيال بيوافق؟ ظنكم يوافق عيال ولا باش؟ والله إذا خذاه إنه بينصدم. سيت اب، شاشتين، بي سي، كيبورد، ماوس، مايك، وبحاول اني اجيب معاه كاميرا. ما تحس انه غالي؟ لا ما تستحي. لا عاد لا عاد لا عاد، ليه قاعد تطول؟ قل بسرعه تبي ولا لا؟ كيف غالي؟ بدا يطقطق. في سب بيجي ها؟ 10 ريال بس. 10 ريال بس يا اخي ادفع، والله العظيم ما راح تخسر شيء، والله العظيم انك ما راح تخسر والله. طيب هات رقم حسابك بحول لك الان، وربي يكتب اللي فيه الخير. خلاص فاز فيه يا عيال، انا اجيب رقم حساب. بقول له وش البنك حقك؟ يما والله فاز بسرعه ذا، ما طول راجحي. طيب انا لان ما بقول حول حواله سريعه، فاني اجيب رقم حسابي وين حاطه انا. والله انه يستاهل، بسجل له فويس اول ما يحول، لان شفت المقطع اللي فات اسامه لا تسجل فويس الا لما يحول. وين رقم حسابي؟ وين انا؟ واتساب، نروح ندخل عليه ونسوي له تحويل زبون. هذا رقم حساب. لا 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 لا، ما هو ابغى يعرف رقم الحساب. دقيقه، لا 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 لا، اخاف اذا قلت له اسامه يعرف انه هنا. هذا اللي خوفني الانما، هذا اللي خوفني الانما. حواله سريعه ما يطلبون اسم. حواله سريعه توصل على طول. بعطيه الاسم والله، خلاص على طول اذا طلب الاسم الحين بعطيه على طول. اوكي معطيني رقم حسابك على اساس تبيني احول لك. انقلع. افا ليه يا عيال تبوني ارجع له في النهايه واقول له القم؟ انا خاف اقول له القم الحين واقول له اني انا فيوار وينهبل، واقول له ما انا اشترى. يا ولد خذه، تكفى طالبك خذه تكفى. راح اشوف غيري افا. والله لو شوف ذا الحلقه اللي فيه الصدم
اخ بلوك يا حرامي. ما ضر احد. طيب بالتوفيق. بلوك يا حرامي 10 ريال بالتوفيق. طيب يا جماعه الخير الشخص الثاني اسلام. اوكي عليكم السلام. انتم مأجزين الفتره ذي ولا ايش السالفه؟ اليوم يوم احد المفروض عندكم دراسه يعني الاثنين. كل الطلاب موجودين الان. مشكله والله العظيم مشكله. اخوي انت عارض بي سي؟ اي نعم. حياك يا يبا حياك. حياك يا شيخ. يا رب انه يستاهله يا رب العباد انه شخص يستاهله. انا متحمس مع المايك ذا احس اسلوبي تغير يا عيال صح؟ بالله اسلوبي ما تغير. جربوا صوتي شوفوا ها شوفوا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله احس اني امام الحرم قسم بالله العظيم. بكم؟ بعشرة؟ عشرة ريال. بالله صوتي امام صح؟ يلا يا رب ان نصير امام في الحرم. يلا يا رب العباد ادعوا يا جماعه الخير. والله صلي وراك ناس كثير. شيل افتح الموضوع الان. وقت تصير وقت. انت من جدك؟ اي نعم يا شيخ. يا شيخ اي نعم من جد. مو متخيل السعر. وانا حرفيا صارت رده فعلي على الموضوع هذه عاديه يعني ما له داعي كشويه اسبب رياكشن وكذا فظيع. ما اقدر والله العظيم اني ما اقدر. شيء غريب صدق. لما تشوف تخيل معي انت تمشي كذا بسم الله الرحمن الرحيم تحصل محل يبيع بيت بخمسة ريال. شيء تحس كذب. كيف تديني اياه؟ من جده والله نعم. كيف تديني اياه؟ اشحن لك بس الشحن عليك. اشحن لك. شوف يا جماعه الخير لازم تعرفون شيء. لا اله الا الله يا جماعه الخير. في شيء اسمه ارباح يوتيوب. كل ما زادت مشاهدات المقطع وكل ما زادت اللايكات والدعم وزاد مدخوله نحط هذا المدخول كله في سلسله مزاد مطفرين. طيب ليه تسوي شيء هذا؟ حرفيا يا جماعه الخير هذا نوع من انواع الاستثمار انك تستثمر ارباح اليوتيوب كلها في احد المقاطع حقك. حرفيا انا محصل نتيجه. في ناس معجبين بشكل كبير في سلسله مزاد المطفرين وغير الناس اللي تنشر المقاطع هذه. ناس كثيره قاعده تقدر التعب هذا. اتوقع عيالنا ماخذ مواصفات ثانيه مو هذا. لا 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 شكله شايف بي سي ثاني. 30 60 الكرت 30 60 اي 9 اتوقع ماخذ بي سي ثاني وملخبط في الارقام. هذا صد كان يبغى يشتري شكل 9900 اعلان 9900 رام. هذا صحيح هذا شكله صدق يبغى يشتري بي سيات او شكله معرق بي سيات. رام 32 بسرعه 3200 دام معرق. خلنا نعطيه السرعه حق. طبعا هو ما يدري ان معاه اشياء كثيره مره اللي فوق مو حق. اللي فوق مو لي وقع متلخبط. والله يا اخوي ما افهم فيها. اوكي طيب المواصفات معطيني اياها فوق. الو بس هذا اللي فوق ب 3000. انا ارخص منه. بقول له انا ارخص منه. اتوقع انه في احد مرسل له الرقم. بقول له في احد معطيك رقمي ولا انت شايف الاعلان؟ اتوقع في احد ولا انت شايف الاعلان؟ اتوقع في احد قال راح كلمه. هذا شفته عارض بي سي هذا رقمه. اتوقع احس كذا في الموضوع فيه الشيء هذا. حقي اقوى من اللي فوق. لقيته اخيرا انكشفنا. اعرفوا الناس جماعه الخير ما ابغاك والله تعرفوا المكان ولا اقول. طيب يا جماعه الخير ترى مره نزله هنا ومره نزله هنا مره هنا على حسب الجو. لقاه في شباك يا جماعه الخير. متاكد ما تسرقني؟ ايه ما اسرق. هذا اللي نكبر. ما اسرق ترى والله. ترى احيانا هنا يا جماعه الخير واحيانا هنا مو كلها هناك. قول والله بدون حلف والله ما اسرقك. جرب 10 ريال شيء مبلغ مره بسيط ما ياثر في الميزانيه مره. لو اثر يمكن ما يخليك تتعشى يوم واحد بس انا عشاي متواضع يعني خبز تميس مع زبادي. يب يعني انت كذاب. لا والله لا 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 تحلف. لا ماني كذاب ماني حالف. مو كل من يحلف يا اخي صادق. ماني حالف مو كل من يحلف صادق. تبيها ولا؟ والله يا جماعه الخير تدرون عندي محادثات والله يا هي تسود الوجه قسم بالله العظيم. شفت مقطع في التيك توك واحد منزل كان يسبني يقول لي كذاب 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 وما نزلت محادثت انا. لو تبحثون في التيك توك هو بيطلع لكم لان احسه ترند الفتره ذي. كل يقول انت كذاب. هذا كنت هو في الحقيقه يوم كان يكلمني يقول انت كذاب. بعدين شاف محادثته في اليوتيوب. انا كنت مخفي نص المحادثة ليه لأنها فيها سب وفيها شتم بس أخاف تسرقني. لا ما عليك كله 10 ريال يبا كملكم السالفة. الأخير قال شو اسمه يا ليتني صدقت هذه ما أدري إيش كاتب. يا ليتني صدقت هذه اللحظة زي كذا فهمتوا. كنت عارض وش ذكر أيام آيفون. توقع آيفون ممكن آيفون عادي تنثر لين بكرة. لا والله خلي أبوي يكلم. لا والله ما أقدر صدق والله ما أقدر عيال ما أقدر. أبغى أخلص المقطع بس سرعة وقت. هذا الحين ثاني واحد نبغى نخلص ونطيره. طيب بحاول كلمني بكرة. طيب كلمني بكرة إذا موجود أبشر. إذا كلمني بكره والله يمشي. تمام والله الفيساتير احجز لي تكفى. بحاول وعد ابغى اشتري يا حبيب قلبي انت. والله بحاول والله اني بحاول والله بحاول صدق. اذا ما في احد اشترى اليوم راح اخليه بكره لان والله طولت بين الاول والثاني. حرفيا طولت بشكل كبير يمكن فرق 3 ساعات والله. يمكن الاول كان الساعه
6 ونص 7 8 9 10 ونص او 7 حدوده العفو. طيب ننتظر يا جماعه الخير، خلاص 10 ونص اتوقع اني بوقف، نرجع بكره نكمل السلسله. يلا السلام عليكم يا جماعه الخير. الشخص الثاني، طيب يا جماعه الخير الشخص الثاني مستحيل تفهمون اي كلمه موجوده في الشات. اي نعم مستحيل، لان لقيت هلال ابي بي سي، لقيت اعلان يا حبيب قلبي، والله انه شخص صغير الله يحفظه يا رب ويخليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. اقدر العب جراند؟ يا عمري انت تقدر تلعب جراند وتقدر تلعب اللي تبي، وش تبي بس انت وش تبي؟ اهلا وسهلا. اي نعم، من اعطاه الاعلان؟ اللي اعطاه الاعلان مستحيل، في ناس اي والله في حلقات فيها اخطاء ملائيه وكانوا صغار، تعرفون عاد في صغار الان الكل يعرف. انا وسام بكبري يا رجال عندي اخطاء ملائيه لليل، بعد ممكن يكون كبير. 10 ريال او والله هذا مدمور 10. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اي اهلا وسهلا، كتبت انا فوق حبيت احس اي لا 10 ريال. بقول له شو اسمك؟ تكفى بي، ابشر ابشر يا قلبي انت ابشر. اتضحكون على الناس اللي مثل كذا، اقسم بالله العظيم في يوم من الايام تشوفون الناس اللي تخطي فيها اخطاء ملائيه تحصلها من انجح الناس. اعرفوا مني انا كبير ملك الاخطاء الملائيه. ايام الابتدائي سادس ابتدائي قسم بالله العظيم اني ناجح بالدف 29 من 100، اذا كانت عندك ماده غير علميه يدفونك. ابتدائي لا اتوقع متوسط. طارق شكرا يا حبيب قلبي يا حبيبي، اهلا طارق يا حبيبي، اهلا طارق. طارق ابشر ابشر ابشر، ابشر. وش البنك حقك؟ ابشر وش البنك، ما يدري وش البي سي بس جراند، وش البنك حقك؟ طيب اذا ما قال ستور انا ما افهم، اذا ما قال ستور انا ما افهم، ممكن يكون ما افهم، ممكن يقول شحن اس تي سي موبايلي ستور الحين بيقول ما عندي. طيب يا قلبي اجل وشو؟ تكفى لا تضغطني تكفى. اجل كيف بتعطيني؟ كيف اجل كيف بتعطيني الفلوس؟ تكفى لا انتظر اخوي تكلمه. طيب كم عمرك اول شيء؟ 14. يا حليله يا الله 14 كم بيني وبينه؟ يا ويلي دبل العمر، العمر كله يا رب. يا الحين يتابعوني اعمارهم 14، ايش قصدك 14 صغير؟ لا كبير، ولكن اذا قال 14 اتذكر ايام الماضي. طيب متى بيجي اخوك؟ يا رب ما يتاخر. اخاف يروح البي سي. تقدر تكلمه الحين؟ بقول له تقدر تكلمه الحين يا عمري يا عيال، اقول العمر كله يا رب، يقول ان شاء الله. تقدر تكلمه الحين؟ لاني مستعجل. تمام كلمه وقول له كيف احول، اعطيك رقمه كلمه. لا عطى رقم، عطى يا اخي والله يا عيال والله مسكين، عطه رقمه لخبطت والله العظيم. خلي يكلمني هو، خايف من اخوه. طيب هات، طيب عطني رقم. يا ولد توهقنا خلاص، وشو خلي يكلمني هو اللي تبي انت، عطني. ويلي يا عيال ويلي، انا راح اكلمه المفروض هو اللي يروح يكلمه. خذ رقمه هات. طيب ابشر يا جماعه الخير، نجرب نتصل على اخوه. الرقم الذي طلبته لا يتصل به. رقم اخوك مقفل، رقمه صار مقفل يا جماعه الخير. نرجع، رقم اخوك مقفل. وين اختفى؟ الو وين راح؟ اخ اختفى عيال الولد. طيب يا جماعة الخير، يقول كلمت أخوي بيكلمك، قال أنت المشهور. لا دقيقة رقم أخوك مقفل. طيب تمام، قل أنت المشهور. قال أوكي طيب تمام، انتظر خلي يكلمني. انتظر يا ويلي كشفت عيال، بعد رابع محاولة تكشف. لا أخوها الآن عيال والله العظيم اللي توترت. طيب يا جماعة الخير، أرسل لي أخوه. السلام عليكم أخوي أنت فيوار. يا ساتر أهلا وسهلا، عطني دقيقة ودق عليك على نفس الرقم هذا. حياك الله. أول شيء ما راح أقول أنا فيوار، حياك الله. بسوي نفسي مجنون كني ماني فيوار. تحول لي تبي البي سي، تبي البي سي، بسوي نفسي أني ماني فيوار. من فيوار من هذا راح أكلمك بخصوص البي سي. نعم يا ساتر بيتصل. يا ويلي معك بنك؟ حول لي 10 ريال. بسوي نفسي صغير الحين عشان أجرى شوي، بس أتوقع 80% أيقن أني أنا فيوار. بالمكالمة نتفاهم. يا ويلي بالمكالمة نتفاهم. رد، ما وصلني شيء والله، ما جاني اتصال والله يا عيال. توتر يما، إذا عرف صوتي بيثبت يا عيال، بيثبت. الحين ما جاني اتصال منه يا جماعة الخير. طيب يا جماعة الخير، بحثت عنك. يا ويلي رقمي جديد. طيب ما استخدمته الا مرتين والله العظيم، مسدين بس. هذا حرفيا ذكي، نحتاج اطلع رقم جديد، لازم رقم جديد. يا ساتر وش طلع بقول له وش طلع؟ طلع انك فيوار. مبروك والله، فاز يا عيال والله، حشرني يا عيال، مبروك يا القلب. يا ساتر غر. سيت اب كامل، شاشه وبي سي. يا ويلي يا عيال، يا الله يا الشعور.
سيت اب وكامل شاشه وبي سي وكيبورد وكيبورد وطاوله تستاهل. عاد اخوي متابع لك يا حبيبي. بس لا تحسبني نسيت العشاء ريال، خليني بسجل عيال كذا. اهلا وسهلا يا شيخ. اي نعم. اسالك بالله ثواني عيال اسال. يما كلشت حتى انا المفروض لي كلج. مبروك يا شيخ. اي نعم عندك شاشه وطاوله وبي سي وكيبورد وماوس ومايك باذن الواحد الاحد. باذن الواحد الاحد هذه مضمونه، ممكن تجي عليها زيادات. وبالتوفيق لك وانا اخوك ومع السلامه يا عيال. والله العظيم انه يستاهله. نسمع صوتي. الله يسعدك وياك وياك يا رب. اخ والله يستاهلون. راح يتواصلون معك الشباب. طيب بالتوفيق لك وانا اخوك. يتواصلون معك الشباب والله يوفق. الشيخ اشكرك يا حبيب قلب، يا حبيب قلب توفيق. طيب يا جماعه خير، اخيرا خلصنا الحلقه هذه. اتوقع انها طولت بشكل مره كبير، من زمان ما طولت في حلقه مزاد مطفرين، ولكن يستاهلون بما انكم طلبتوا يا حبيب قلبي. اذا وصلت لهذه النقطه لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناه، وانتظرونا في مقطع جديد واشوفكم في امان الله. سلام عليكم.